مين بقى دعمك وقتها من ابناء النادي الاهلي في الفتره دي؟ كان ايامها كابتن صالح سليم هو رئيس النادي، كابتن حسن حمدي هو مدير الكوره، واللعيبه كلها احتضنها ليا في عودتي، وقرارات كابتن صالح وكابتن حسن حمدي بسفر العلاج بره ورجوعي والاهتمام ان انا بقى انسان طبيعي مش هرجع العب كره تاني. شوفي نيتهم ان بس ترجع تبقى انسان طبيعي، تقف جنب ابنها ان هو اتحقق له الرعايه الصحيه الاول. كان من الطبيعي جدا ان انت مش عندك انتماء بس، يعني انك انت تعيشي وتموتي في الكيان ده يعني. ومع ذلك يا كابتن برضو رجعت وخمس بقى ست سنين لعب بعد كده، صح؟ هادي انت راجع من زيرو بقى، عايزه افريقيا ثلاث مرات مرتين بعد المره اللي هي بتاعت 82 اللي انا شاركت فيها، وكاس مصر ودوري، كان كل بطوله بخشها الحمد لله في كل سنه ليا نصيب ان انا اشارك فيها يعني. كان ايه يعني ايه الاحساس انه بعد ما كان بيتقال لك انه صعب او معجزه انك ترجع تاني الملعب، رجعت لا واديت كويس جدا وبطولات يعني؟ بس انك انت ترجعي تاني، انك انت تبقي نمره واحد، هي دي كانت الصعوبه. يعني خلاص بقى التاريخ اتغير والحادثه، وبقى بتبصلي بصت نص ساعه في الملعب هاف تايم، مره اساسي مره مش اساسي. اللي كان عندي انا انا ما ينفعش ابقى نمره اثنين او ما ينفعش ابقى نمره ثلاثه، لازم عايز ابقى دايما نمره واحد، في مكاني على الاقل. والسن ساعتها بيفرق كمان. وبعدين انا كنت مع جيل خلاص بقى، الجيل ده كمان كان بيخلص يعني، مش حدش فاضيلي اللي طالع، طالعين جينيريشن جديد طبعا، طالع عايز حسام حسن طالع بقى نفسه، وبريم حسن والنادي كلها، واعتقد عادل عبد الرحمن ومش عارف مين وطارق خليل، ولعيبه صغيره كلها طالعه واثبتت وجودها وكل حاجه. ف كنت هتعملي ايه غير انك انت لازم تعرض بقى في اللحظه اللي انت بتقولي عليها اللعب في نادي الزمالك يعني. كان خلاف مع الكابتن جوهري يوم ما احنا سيبنا النادي ورجعنا، وانا اتحيلت عليه ان احنا نتمرن في النادي، قال لي ما تقلقش ما حدش فيكم هيجرى له اي حاجه، توقفنا كلنا وهو رجع مسك الفرقه تاني. فاثرت عليا دي بصراحه، يمكن دي من اسباب اللي وصلتني ان انا خلاص يعني حسيت ان في مشاكل بتحصل لي في المشوار يعني، يا اما هنا هيبقى نهايه المشوار خلاص في الاهلي، يا اما تقدر تلعب سنتين ثلاثه في اي حته تانية، الزمالك او اي حد هيتعرض عليك يعني.